ازاي نكريت اوبجكت؟ اولا انا ضغطت هنا وخدت الكيوب. بمجرد ما انزل الكيوب في السين او اي اوبجكت بينزل زي ما قلنا بيطلع لي هنا بيزك. البيزك اوله بكتب الاسم، يا اما بكتبه هنا يا اما دبل كليك هنا وبسميه مثلا وليكن بيزك كيوب. قدام البيزك كيوب او قدام اي اسم انا عندي هنا العلامتين دول او الاشارتين دول، الاشارتين دول بنسميهم الترافيك لايتس. اول واحده لو ضغطت دبل كليك هو الاوبجكت اختفى من قدامي، تمام، لكن هو اختفى من قدامك في الفيو بورت بس، لكن لو جيت عملت ريندر هو شغال في الريندر. اما لو ضغطت على الثانيه هو موجود قدامي هنا لكن في الريندر مش موجود. طب لو الت وضغطت دبل كليك على اي واحده فيهم بيقفل الاثنين، اذا كده لا موجود لا هنا ولا موجود هنا. اما دي مش موجود هنا، وبرضه لو عملنا كده مش موجود هنا، معنى انك انت قفلت العلامه دي ان الاوبجكت ده ولا كانه نزل في السين اصلا، تمام. هتقول لي طب ما دي زي دي، هقول لك لا. بص كده ببساطه، لو احنا جينا عملنا كده وحطينا حته بلان، كبرنا البلان ده ورحت انا ماسك الكيوب ده وطلعته فوق سنه، وجيت مثلا حطيت حته لايت، تمام، رفعت اللايت كده وجيت قلت لللايت، طبعا سيبكم من اللي انا عمال اعمله ده، انا كده كده هتكلم فيه واقول له اعمل لي شادو، تمام، الف لايت بالمنظر ده كده واقوم اختار. لو جيت اعمل ريندر هلاقي الدنيا كده تمام مظبوط، لكن بصوا كده لو خدت كيوب ده والت دبل كليك مش موجود. طب شيل دي ممكن تعمل كده برضه مش موجود. اذا الحركه دي ما تنفعش مع اللايتس، شيل اللايت. امال تنفع مع ايه؟ هقول لك، تعالى خلي الكيوب ده بعيد شويه كده، وهعمل بس حاجة بسيطة خالص، ان انا هحرك الكيوب ده وليكن الناحية دي مثلا، اذا هو بقى بيتحرك بالشكل ده كده، تمام. تعال ناخد شوية سفيرز ولتكن الرياس بتاعها 25 صغار اوي، 50 مثلا، وهحطها هنا وهحط دي جوه كلونر، تمام، بالمنظر ده كده. حلو حلو. رايت كليك سيميوليشن ريجيد بودي، وهقول له ان هي اون كوليجن، و اقول هاجي على ده واقوم عامل كده واقوم قايل له كولايدر بودي، شيل ده واعمل بلاي. حاجه حصلت؟ مفيش. طب رجع ده، الت دبل كليك على دول، اعمل بلاي. وصلت؟ وصلت. معنى دول ان الاوبجكت نفسه مش موجود، لكن اي اثر له واي انتر اكشن له مع اوبجكت تاني ده موجود، يعني اثره موجود. اما دي فولا كانه نزل من اصله. شيل كل ده وانسوا اللي انتوا شفتوه، تمام، لان الكلام فيه يطول. هشيل الكيوب ده كمان. طيب انا دلوقتي عجنت الفيو بورد، يعني طلعت فوق نزلت تحت، عايز ارجعه زي ما كان تاني. هنروح لفيو، من فيو هقول له فريم ديفولت. نرجع للكيوب، نرجع لبيزكس، فيزيبل ان اديتور، فيزيبل ان ريندر، هم دول. بص كده الاولاني بقى هنا اوف، بقى ديفولت، بقى هنا اوف، بقى ديفولت، تمام. انيبلد، بص كده على علامه الصح،
طب ايه هي لايت ريز دي او اكس ريز دي؟ بص كده اللي علمت عليها. هشوف من ورا الاوبجكت. تمام، بس افتكر ان احنا هنا لازم نزود عدد السيجمنتس ده شويه. انا عملت لايت ريز على انا ري ري اكس ري اسف على السفير، هي المفروض على الكيوب. تمام، هنشوفه بالمنظر ده كده. هنشوف اللي جواه، هرجع السفير دي تاني اهو. انا كده شايف اللي جوه الاوبجكت اللي هي في الماكس، حاجه بنسميها سي ثرو، يعني تشوف من جوه الاوبجكت ده. بالنسبه ليه حاجه زي اكس ريز بنحتاجها. كوردس افتكر كانت واضحه، هنا الاكس بوزيشن، هنا الواي بوزيشن، وهنا الزي بوزيشن. السكيل كلمت عليه خلاص. الروتيشن هقول له اكس واي زد، طبعا هنا روتيشن على اكس وهنا على واي وهنا على زد، هي هي. لو انا مسكت دول وجيت اشتغلت كده، لو رجعت هنا تاني وجيت اشتغلت كده، هلاقي الدنيا بالمنظر ده كده. اوبجكت هنا بقى الاول، طب انا عايز ارجع ده كله للديفولت. لو انت عملت رايت كليك على السبينرز اللي هي الاسهم الصغيره دي، رايت كليك 0، رايت كليك 0، رايت كليك 0، 0 0 0، ارجع لاوبجكت. هنا طبعا السايز، تمام، ده اكس واي زد. السيجمنتس، المصطلح ده نلاقيه كتير، اللي هو عدد المقاطع اللي بتكون الاوبجكت نفسه، تزودها امتى وتقللها امتى على حسب الموديل اللي انت بتعمله. فيلت برضو مصطلح هيتكرر كتير، لو ضغطت فيلت بيعمل كيرف للحواف. طبعا هنا ده الريديوس بتاعه اللي هو الحجم بتاعه، ودي كلمه سبديفيجنز اللي هي عدد التقسيمات. بس كلمه سبديفيجن معناها التقسيمه اللي بين كل حافه والتانيه. يعني لو شلنا الفيلت ده، احنا عندنا الايدج دي بنسميها ايدج. الايدج دي لما بعمل فيلت بتتقسم اتنين، يعني في ايدج بتقوم يعني دي بتقوم مقسومه اتنين، حته بتروح كده وحته بتروح كده، فيعمل لي الكيرف. فلو جيت قلت له فيلت، الفيلت راديوس كام؟ 8. السب ديفيجنز بصوا كده، واحد دي يعني سب ديفيجنها واحده. لو قلت له 2 3 4، طبعا ما نزودش قوي في دول، لان في الغالب لما بنيجي نعمل موديل بنديله الاخ ده. فسب ديفيجن سيرفس فظيع، يعني عايز اوريكم بيعمل سموز ازاي. يعني اهو اديكم شايفين. فتخيل انت بقى من الاول قمت مزود دول، ونعم نعم نعم يا عم ده التنعيم حلو، قابل بقى كده ما ينفعش. تمام، نشيل ونرجع هنا ونخليها كده. ده بالنسبه للجزء بتاع اوبجكت. على فكره تلات ارباع دول بيتكرروا في اي اوبجكت. الفونج، او الفونج ده لازم اعلي دي كده وازود دول. ليه بقى؟ لان الفونج بيدور على الانجل او الزاويه بين كل فيس والتاني. بصوا عشان نبقى برضو عارفينها. لو احنا بصينا كده، هلاقي الفيس ده في زاويه بينه وبين الفيس ده، تمام، وهكذا. وانت طالع في كيرف زي ده مثلا، في زاويه بين كل فيس والتاني. طب ايه اللي مخلي الدنيا ناعمه كده؟ يعني انا لو انا جيت عملت ريندر كده، الدنيا ناعمه وحلوه اهي، ايه اللي مخليها ناعمه كده؟ الفونج تاج. التاجز على فكره في سينما 4D عباره عن كوماند، زي كوماند او في بعض منها يكاد يكون موديفاير. تمام، عشان انزل تاجز بعمل رايت كليك، في هنا تاجات كتير قوي، فانا من سينما 4D تاجز وبنزل التاج اللي انا عايزه. الكلام ده كله هنقوله وهنظبطه وهيبان في مشاريع عمليه، فما تقلقش. لكن التاج نفسه هنا، يعني انا كده ده التاج، او لو رحت الكيوب وضغطت كده بلاقي نفس
نفس الدنيا يعني. في هنا الفونج تاج اهو، ده الفونج انجل. بص كده انا هلغي الديسبلاي ده كده. بص لو انا فضلت اقلل في ده، بص هيحصل ايه، هوصل لغاية رقم معين هلاقي الدنيا اهو اهي. يعني انا بقول له كل 7 درجات ابدأ اعمل سموث. طب هو اصلا مش لاقي السبعة، فانا لو عملت لو زودت بقى كل 8 9 اهو، خدت بالك؟ حتى بقى في حتة ناعمة وحتة لأ وهكذا. طب يا باشا، طب ما هقول لك على حاجة. طب يا باشمهندس، ما انت تديله بقى 90 500، يعني عشان الاوبجكت يبقى ناعم كده وحلو. هقول لك اه. طب بص كده لو عملناه 180 ما حصلش حاجة، مظبوط. طب لو زودنا عن 180 برضو ما حصلش حاجة، صح؟ طب اعمل ريندر. لا حصل. لو رحنا كده عند الكيوب حلو وشلت الانجل ليميت او ما شلتش، خليه ماشي. بس هاجي للكيوب ده وهزود او هقلل شويه في السب ديفيجنز. بص بصوا كده، في هنا سواد بيحصل لو انا حتى قللت ده، او خلينا ازوده وازود دول وازود دول واروح كده كده. وطبعا لو قللت ده هيحصل انا بقول عليه لو زودت ده، لان الموديل اللي عندنا اصلا تفاصيله مش، لا والله حصل، شفتوا السواد ده اللي بيحصل؟ ان الموديل بتاعك لو تفاصيله زياده، طبعا ده كيوب ما فيش فيه تفاصيل اصلا، تمام؟ بس اللي بيحصل ان لو تفاصيل الموديل بتاعك زياده فعلا، هتلاقي الموديل بتاعك بقى اسود. ليه؟ لانك انت نعمت، عملت سموز بزياده قوي. فهنا هنا السموز بتاعك تحاسب، يعني حاسب وانت شغال عليه. يعني انت 30 افتكر بتمشي معايا في كل حاجه، خلاص يعني لو قلت له 30 الدنيا ماشيه معايا زي الفل من غير اي وجع دماغ، ماشي. فخلي بالك قوي من حته الفونج تاج. ده اللي عايز اتكلم عليه في الجزئيه دي. لو رحنا للسفير، نلغي بس الكيوب دلوقتي ونروح للسفير. في السفير عندي نفس التبين، مفيش اي اختلاف. في اوبجكت عندي radius اللي هو القطر بتاع السفير، عندي عدد السيجمنتس. طب انا كده شغال عمياني، عمال ازود وما اناش شايف حاجه. لما تحط اوبجكت دور على طريقه العرض بتاعه جوه الفيو بورت، اللي هي ازاي؟ ده كده شيدد، يعني معروض سموز وكانه شكل نهائي. لكن انا وانا بشتغل ما ببقاش عايز، انا ببقى عايز اشوف انا عندي عدد سيجمنتس قد ايه، عندي نقط قد ايه، عندي فيسز قد ايه. الكلام ده كله انا مش شايفه هنا. فانا هروح لديسبلاي، ومن ديسبلاي عندي كذا نمط ان اعرض بيهم. عندي هنا جورات شيدنج، وده اللي غالبا هنشتغل عليه في الاول. كويك شيدنج لاينز كونستانت. ده بقى هيخلي الفيو بورت يعني بتاعنا عامل زي الورقه. طبعا بقى لو اتنططت عشان تعرف انت لافف فين ولا هتعرف، لانه بيدولك زي الفلات. لكن هنشتغل على النمط ده لما الدنيا تتقل معانا قوي. بس هنزود حاجه، ان انا هقول له كونستانت شيدنج لاينز. طريقه العرض او الشيدنج مود ده خفيف جدا. طبعا خلي بالك لو انت جيت سالتني يا باشمهندس هو الجهاز الفيو بورد تقيل معايا، طب اعمل ايه؟ هقول له غير الشيدنج مود. هتقوم فاتح لي بقك وانت، هقول لك معرفكش. ليه؟ ركز على المصطلحات. في حاجات فعلا انا مش يعني لو انت كلمتني مش هقولها لك بالعربي ازاي، تمام ماشي. فخلي بالك، اما ان انا هقول لك غير الديسبلاي مود او هقول لك غير الشيدنج مود، تمام. شيدنج مود او ديسبلاي مود اللي هو من هنا كونستانت شيدنج لاينز، ركز على المصطلحات. طبعا لو انا بقى المره دي زودت قللت، فانا شايف انا عندي ريبريزنتيشن وعندي فيجواليزيشن للموديل بتاعي. طبعا التايب بتاع السفير في ستاندرد، في تترا هيدرون، في هيكسا هيدرون، في اوكتا هيدرون، في ايكوزا هيدرون، في عائله هيدرون كلها موجوده، في هيمسفير. تمام. فونج تاج افتكر مش محتاجينه. كده يبان تمام كده.
الدنيا معانا بقى لربنا، لان لو رحت الاوبجكت وجيت هنا قلت له ستاندرد اهو، هو ده اللي بتكلم عليه. شايفين ده ليه السواد ده ليه؟ وعلى فكره ده السواد ده باين في الريندر. هتقول لا 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 لا، ايه يا عم ده السفير شكلها هنا غير هنا. هقول لك اه، لان السفير بالذات فيها اوبشن مش موجود في اي اوبجكت تاني اسمه ريندر بيرفكت. لو شلت ريندر بيرفكت ده هترندر الكابوس اللي انت عامله ده، تمام؟ ساعات بنحتاجه، فساعات بنحتاج نشيله. يعني هتقول لي على الرغم اه ساعات بنحتاج فعلا نشيله، بس في الفونج تاج هي دي مشكلته. لو انا رحت هنا قلت له بقى دي مثلا 30 زي ما اتفقنا، يعني السما من الارض، خلي بالك. تمام، ده بالنسبه للسفير. بقيه الاوبجكت زي ما انا قلت معظم الخاص متكرره وهتيجي معاك بالتجربه. عايز اتكلم على ايه تاني، على ايه تاني؟ عايز اتكلم على ان احنا ممكن نكستم الانترفيس دي، بس الكستمايزيشن بتاع الانترفيس بفضل ان انا اقوله واحنا شغالين. ليه؟ لانه معتمد انك تكون حافظ اوامر. تمام، اكسترود، بيفل، لاين، نايف، whatever. تمام، فالاوامر دي انت بتحط، شفت الزرار دي كده، انت بتكستم الانترفيس زي ما انت عايز، تضيف زرار، تشيل زرار، تحط بارز، المهم عشان تشتغل مرتاح. بدل ما بتجيب حاجات من القوائم من هنا، لا انت ممكن تحطها في زراير، او ممكن تحطها في كليكات، كليك يمين كليك شمال زي ما انت عايز. فانا هخلي الحته دي لما نيجي ان شاء الله نشتغل احسن واوقع عشان تعملها على طول. نسيت اقول حاجه، ان هنا في شويه تابات، اهم تاب نتعامل معاه اللي هو الكونتنت براوزر، ودي اللي بيبقى فيها المكتبه بتاعه سينما 4 دي، سواء ان كانت مثلا مكتبات خامات، او يعني دخلت مثلا اي واحد من دول 3 دي اوبجكتس مثلا هيومنز ماشي، يعني من الاتشال ده كوج ويلز مثلا مش عارف ايه، هنلاقي حاجات زي دي عباره عن مودلز جاهزه تقدر تستخدمها على طول. يعني قلما لما انا بروح لها، بس برضو وجب ان احنا نقول ماشي. القائمه دي اسمها كونتنت براوزر، زيها زي ماي كمبيوتر بالظبط، هتطلع اب وترجع باك وتسرش زيها بالظبط، زي دي. ده بالنسبه ليه. طبعا اللي بنتعامل معانا اللي هي البريسيتس، وجوه البريسيتس انت بتحط اللي انت عايزه. ده بالنسبه للانترفيس، الاوبجكتس، المناطق بتاعه الانترفيس. اتمنى تكون المصطلحات معروفه، ومن المحاضره اللي جايه هنبدا بيزك بروجكت ان شاء الله، نتكلم فيه عن الموديلنج، نتكلم فيه مع الموديلنج عن شويه اوامر جوه البرنامج نفسه، شويه تاجات جوه البرنامج نفسه، وازاي برضو نكستم الانترفيس بتاعنا. وهتكلم على انواع الموديلنج في اول المحاضره اللي جايه دي ان شاء الله.